السلام عليكم، شرحنا اليوم عن كيفية معرفة من يتابعك على حسابك الفيسبوك بعد التحديث الأخير للتطبيق بطريقة بسيطة وسهلة. تابع الشرح. نتوجه إلى تطبيق الفيسبوك، وبعد ذلك بنفوت على زر القائمة الموجود بالأعلى، وننزل لأسفل ونختار الإعدادات والخصوصية، ونختار منها الإعدادات. ستظهر لنا عدة خيارات، بنفوت على إعدادات الملف الشخصي، والآن يا صديقي ننزل لأسفل وصولا إلى معلوماتك على فيسبوك، وبنفوت على أول خيار الوصول إلى معلومات الملف الشخصي. ننزل لأسفل مرة أخرى وبنفوت على خيار عمليات التواصل، هذا الخيار، ونقوم بالضغط على عرض المزيد. وأخيرا يا صديقي، لمعرفة من يتابعك على الفيسبوك بنفوت على الخيار الأخير أشخاص يتابعونك. فكما تشاهد ستظهر لك قائمة طويلة بجميع الأشخاص الذين قاموا بمتابعتك. للحصول على المزيد من شروحات الفيسبوك وباقي التطبيقات، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.